هذا يعني من الأردن، مؤيد لمقولة أن روسيا دمرت سوريا، لأن من المعروف أن كل من ساهم أو ساعد أو ورد بالسلاح فقد دعا للدمار وللقتل، فإن كل شاب أو طفل أو فتاة أو مسلم قد قتل برصاص أو بقنبلة روسية أو رفع عليهم السلاح أو هدت عليهم قذيفة سلبت حقهم في الحياة، أو بناية قد دمرت أو مستشفى قد هدمت بسلاح روسي باستخدام التحالف الروسي السوري فقد دعا ودمر في روس في سوريا. فقد وثق مركز توثيق الانتهاكات ومنظمة هيومن رايتس أن الطائرات الروسية قد أسقطت عدة من القذائف المتفجرة والمعززة والخارق للخرسانة، وقد وثقت 950 انفجارا جديدا في حلب، وقد وثقوا 446 مقتل 446 مدنيا من بينهم 91 طفلا. فكل ذلك إن دل على شيء فقد دل على أن روسيا دمرت سوريا من مبانيها وسكانها وأطفالها، فإن دل ذلك دل على أن روسيا دمرت سوريا. شكرا لكم.